نحن الآن هنا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث سقطت صواريخ. حتى الآن لا نعلم مصدر هذه الصواريخ التي خلفت أعداد كبيرة من الجرحى بين المدنيين، وهنالك أيضا قتلى نتيجة هذا الاستهدافات المتكررة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي. لو استطاعت الكاميرا أن تظهر آثار الدمار في هذا السوق الذي طبعا تم استهدافه من قبل طبعا قوات النظام أو قوات قسد لا نعلم حتى الآن. هنالك صواريخ سقطت على كافة أرجاء المدينة، رشقات صاروخية متكررة استهدفت مدينة الباب بريف حلب الشرقي. هذه طبعا إحدى الصواريخ التي سقطت على المدينة، كما نشاهد آثار الدمار هنا التي خلفته هذه الصواريخ. هنا أيضا منازل سكنية، هنا أيضا منازل سكنية تضررت نتيجة هذا القصف، كما نشاهد هنا أيضا إحدى المحلات التي تضررت نتيجة هذا القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة الباب بريف حلب الشرقي. حتى الآن لا نعلم أعداد القتلى والجرحى أو الحصيلة النهائية لهذا الاستهداف الذي شهدته مدينة الباب بريف حلب الشرقي. لقناة حلب اليوم، محمد السباعي من مدينة الباب ريف حلب.